بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من برنامجكم أصفار في كلمات. بفكركم غرض البرنامج إن احنا نحفظ محتويات الأصفار أو يبقى عندنا خريطة ذهنية لما يدور في كل سفر، وده يساعدنا إن احنا وإحنا بنفتح أي كتاب من الكتاب المقدس نبقى متوقعين الأحداث وترتيبها وعارفين محتويات السفر. خدنا كذا حاجة. النهاردة عاوز أديكم رسالة من الرسائل اللي البعض بيعتبرها صعبة، إنما هي ساعات يسموها جوهرة بولس الرسول، رسالة روميا. بداية الكلام، روميا هي روما، وروما في القرن الأول ليها مكانة خاصة لأن روما هي عاصمة الإمبراطورية الرومانية، وساعتها الإمبراطورية الرومانية بتحكم العالم. قيصر روما قاعد في روما، وقيصر ده أعلى راس في سياسة العالم كلها ساعتها، يعني بيلاطس ولا هيرودس دول بيخضعوا لقيصر روما. فكان حلم القديس بولس أن المسيحية توصل روما، وكان زي ما تقولوا عنده رغبة ملحة أنه يوصل روما، لأن المسيح ظهر له مخصوص وقال له كده، قال له كما كرست لي في أورشليم ينبغي أن تشهد لي في روميا أيضا. فكان بولس عنده طموح يوصل روما، إنما قبل ما يوصل روما ويبشر هو راح روما مسجون، والقديس بطرس كمان راح روما وخدم فيها. إنما قبل ما بولس يوصل روما استدعت الضرورة أنه يكتب رسالة روميا. إذن هو لما بعت الرسالة ما كانش في الوقت ده زار روما، كان مشغول بالخدمة في آسيا الصغرى وانتقل بالخدمة إلى اليونان. ده كانت أغلب رحلاته التبشيرية ما بين تركيا واليونان. أثناء الرحلة الثالثة اللي كان مقضي أغلبها في أفسس، حصل أزمة أن المتنصرين من أصل يهودي نادوا ببدعة التهود، ودي حكيناها قبل كده لو تفتكر، وقالوا كل مسيحي لازم يبقى يهودي الأول، كل واحد لازم يختتن، الناموس ضروري لخلاص النفس. قديس بولس بالرغم من أصله اليهودي وقف قدام البدعة دي بشدة وقال لهم الخلاص بالمسيح، الإيمان والمعمودية هم مفتاح الخلاص، الختان لا ضرورة له. احتكموا للأباء في أورشليم في مجمع أورشليم في أعمال 15. الأباء الرسل سندوا بولس في رأيه، وطلع قرار مجمعي ألا يثقل على الراجعين من الأمم بأي حاجة مختصة بالناموس والختان. بالرغم من قرار المجمع تقريبا سنة 51 ميلادي إلا أن البدعة انتشرت، يعني فضلوا ناس يقولوا الادعاءات دي ويقولوا الرسل بيقولوا كده. فلما وصلوا روما وكان في بدايات مسيحية في روما، بحكم ان يوم 50 كان في ناس من اليهود موجودين في أورشليم سمعوا الرسل بيوعظوا، القديس بطرس كان بيوعظ في أعمال 2 و14 لغة، موهبة الألسنة بانت يوم 50. فبدأت الكنيسة في روميا أو في روما بداية من يوم 50. وسمعنا عن أكيلا وبريسكيلا اليهود المتنصرين اللي عاشوا في روما فترة طويلة. إذن قبل ما يروح بولس أو بطرس روما كان في مسيحية بدأت في روما. جماعة اليهود دول بقى راحوا يلخبطوا دماغ المسيحيين البسطاء اللي في روما ويقولوا كل أممي هيبقى مسيحي لازم يبقى يهودي الأول. فاضطر القديس بولس وهو مش قادر يروح روما يبعت رسالة روما. عشان يبعت رسالة روميا عاوز يشرح ليه الخلاص بالمسيح مش الخلاص بالتهود. يبقى رسالة روميا هنقدر نسميها ايه؟ الخلاص بالمسيح. هي الرسالة الأولى في الكتاب المقدس كله في شرح مفهوم الخلاص. طبعا كل الرسائل بتقول كلام في الخلاص، لكن أهم رسالة أو أوضح رسالة أو أعمق رسالة في شرح قصة خلاص البشرية هي رسالة روميا. عشان يشرح الخلاص بدأ بقى بحكمة وتبتدوا تحفظوا ورايا زي ما تعودنا. روميا واحد هنسميها فساد الأمم. حب يقول أنه ليه لازم يبقى فيه مخلص؟ لأنه الجميع زاغوا وفسدوا. عشان يوصل لحكاية الجميع زاغوا وفسدوا بدأ الأول بالأمم، فقال بصوا لحال الأمم، الأمم فاسدين، الأمم واقعين في الخطايا بلا حدود، الأمم وصلوا إلى شذوذ جنسي، الأمم وصلوا إلى عبادة وثنية لغوا عقلهم وعاشوا زي الحيوانات،
والعالم كله فسد. يبقى روميا واحد هنسميها الأمم لأنه مركز على بشاعة الشر اللي وسط العالم. روميا اتنين هنسميها اليهود. ليه؟ طبعا لو يهودي بيقرأ الكلام ده أو سامعه فرحان. ليه؟ هو عنده دايما إحساس أنا كويس والأمم يوحش. قال واليهود كمان فاسدين بالرغم من وجود الشريعة والأنبياء، إنما ما عملوش اللي في الشريعة. ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. وبالعكس اليهود أسوأ لأن عندهم الاستطاعة يمشوا صح ما يمشوش صح، وإن هم عاملين زي العميان وأعمى يقود أعمى كلاهما يسقط في حفر. يبقى روميا واحد شرك الأمم، روميا اتنين شرك اليهود. روميا تلاتة وصل بقى للمقولة المهمة قوي اللي تعتبر مفتاح روميا. قال إذن الجميع، الجميع دي تشمل بقى أمم ويهود، الجميع واقفين على نفس الخط من الاحتياج للخلاص. الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. ولا واحد دي بقى تعم أمم، يهود، أنبياء، كل البشر بأشكال. رمية ثلاثة هنسميها المخلص. ليه؟ بعد ما قال الأمم محتاجين مخلص، رمية اثنين قال اليهود محتاجين مخلص، رمية ثلاثة قال المخلص جه واتكلم عن نعمة الخلاص بالمسيح. كان ممكن واحد يقول طب ما خلصت الرسالة كده. لا، لسه بقى في توابع من الجدل اللي هيعملوه اليهود. فبولس بشخصيته اليهودية القديمة فاهم هم هيسألوا في ايه. احفظوا معي، رمية واحد الأمم، رمية اثنين اليهود، رمية ثلاثة المخلص، رمية أربعة إبراهيم. شخصية أبونا إبراهيم تمثل قضية هامة في الكتاب. ليه؟ أبونا إبراهيم اليهود يعتبروه أبوهم، إحنا أولاد إبراهيم، ده كلام اليهود مع المسيح في يوحنا سبعة. ولما طلعوا ليوحنا المعمدان قال لهم لا تعودوا تقولوا لنا إبراهيم أبا. هما بيتحاموا في إبراهيم، وإحساسهم إن هما أولاد إبراهيم بيديهم نوع من الفخر والعنجهية والإحساس بالشعب المختار. فالكتاب المقدس بيأكد إن إبراهيم مش أبو اليهود، إبراهيم أبو المؤمنين حتى لو كانوا أمم. والقديس بولس في رومية 4 بيثبت إنه لقب إبراهيم نفسه هو معناه أب جمهور من الأمم. فإبراهيم حتى في العهد القديم مدعو أب للأمم مش أب لليهود، وأنه إبراهيم حسب برا بالإيمان مش بالختان. الآية بتقول آمن إبراهيم فحسب له برا، خد الختان بعد حتة البر دي. إذن الختان ما ادالوش البر. يبقى هنا بيرد على اليهود اللي بيقولوا الختان ضروري للتبرير، قال لهم إبراهيم لما آمن تبر وما كانش مختتن ساعتها. تعالوا نراجع تاني. إذن رمية واحد الأمم، رمية اثنين اليهود موقفهم شر، رمية ثلاثة المخلص ربنا يسوع، رمية أربعة إبراهيم ما يطلعش بقى أبو اليهود، لا ده يطلع أبو المؤمنين أيا كان المؤمن. رمية خمسة هنسميه آدم. ليه بقى؟ لأنه في رمية خمسة بيرجع القديس بولس الأزمة أو المشكلة العظمى إلى جدنا آدم. بيقول إحنا كلنا أمم أو يهود عندنا أزمة مع آدم، آدم دخل الخطية للعالم، إحنا كلنا ننتمي لي، ما نقدرش نقطع العلاقة بيه، إحنا بني أدمين. الفساد دخلنا عن طريق آدم وحواء، إحنا الموت دخلنا عن طريق آدم. فجي آدم جديد يشيل الفساد، يدخل الحياة الأبدية. فنسمي رومية خمسة آدم عشان نفتكر زي ما في آدم ماتت البشرية، آدم الجديد دخل الحياة الأبدية للبشرية. تعالوا نحفظ بقى أول خمس أصحاحات. رومية واحد الأمم، رومية اثنين اليهود، رومية ثلاثة المخلص، رومية أربعة إبراهيم، رومية خمسة آدم. برضو واحد ممكن يقول طب ما كده خلصت خلاص، شرح وشرح مقنع ووافي. لا استنى، أنا عندي سؤال، أتنقل إزاي من كوني بني آدم لتابع لآدم الجديد المسيح، من تبعية الموت والخطية بتاعت آدم لتبعية البر والقداسة والحياة الأبدية بتاعت المسيح؟ يبقى رومية ستة المعمودية. فالقديس بولس حط المعمودية بقى هي النقلة دي، الحياة الجديدة، الولادة الجديدة، الطبيعة الجديدة. يبقى لآدم أنا تابعه بموت، مع المسيح بعيش، يبقى أنا مت في المعمودية وقمت مع المسيح. فيبقى تسلسل منطقي جدا بعد ما شرح لنا أن آدم سر المشكلة
والمسيح آدم الثاني هو الحل، هنتمي لآدم الجديد بالمعمودية. يبقى روميا 6 المعمودية. روميا 7، بعض الناس بتتصور برضو أن القصة خلصت بالمعمودية. لا استنى، هو بعد المعمودية أنت حضرتك لسه بني آدم برضو، كأن آدم اللي فيك بيشدك لتحت والمسيح اللي فيك بعد المعمودية بيشدك لفوق. فهنا هينشأ الصراع، فهنسمي روميا 7 الجهاد، لأن روميا 7 دي فيها فلسفة جميلة قوي بيعرضها القديس بولس. بيقول كلما أريد أن أفعل الحسنى، عاوز أمشي صح بقى مع الطبيعة الجديدة، أجد الشر حاضرا عندي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ أنا تعبان لأن عاوز أمشي صح مش عارف أمشي صح. فروميا 7 هي الجهاد ليه ما بين آدم القديم الإنسان العتيق يعني وآدم الجديد الإنسان الجديد بالمسيح. روميا 8 هنتصور أن الإنسان بيجاهد فعلا عشان يعيش بالروح، يعيش بالمسيح، هيوصل لإيه؟ يوصل للروح القدس، ينقاد بروح الله. روميا 8 ده بقى يعني أجمل إصحاح تقريبا في روميا كلها، لأنه بيقول بقى الشكل المثالي للمسيحي. المسيحي عايش مش بجسده، مش بآدم القديم اللي فيه، بالمسيح اللي فيه، عايز بالروح القدس، فهنسميه الروح القدس، لأنه بيقول فيه الذين ينقادون بروح الله أولئك هم أولاد الله. تعالوا نراجع روميا 1 الأمم، روميا 2 اليهود، روميا 3 المخلص، روميا 4 إبراهيم، روميا 5 آدم، روميا 6 المعمودية، روميا 7 الجهاد، روميا 8 الروح القدس. برضو كواحد ممكن يقول ما خلصت كده برضو، لا فاضل حتة. ليه؟ في أزمة اسمها أزمة الاختيار بقى. هيطلع واحد يهودي يقول له طب معلش عندي سؤال، وكان ليه اختار اليهود زمان وليه دلوقتي ما هماش شعب مختار؟ ومين الشعب المختار؟ وإيه هي بقى مبادئ الاختيار دي؟ على أي أساس بيجي الاختيار؟ فروميا 9 هنسميها الاختيار، مشكلة الاختيار اللي فيها بولس. بيقول صح ربنا اختار ابونا إبراهيم لأنه آمن، لكن اليهود ما أمنوش فما عدوش مختارين. اللي أمنوا النهاردة هم دول المختارين، وأن ربنا من حقه يختار ناس جدد. ربنا مش ممنوع من الاختيار، لدرجة بيقول أحببت يعقوب وأبغضت عيسو. ليه؟ ليه يعقوب مختار وعيسو مش مختار؟ عشان عيسو هيمشي وحش طول حياته، يعقوب هيتوب وهيمسك في ربنا في آخر حياته. فهنا بيحكي أن الاختيار مرتبط برد فعل الإنسان. الإنسان بيختار ربنا، بيصدق في المسيح، بيحسب مختار، إنما اللي رافضين ربنا يسقطون من الاختيار. روميا 10 القديس بولس عارف بيتكلم مع عقلية يهودية، فممكن يقولوا له أنت بتتفلسف، أنت بتألف. هيثبت لهم من العهد القديم أن اختيار الله للأمم خطة مسبقة، فهيجيب آيات كتيرة من النبوات تؤكد أن ربنا ناوي يختار الأمم. زي مثلا بيقول إيه؟ طول النهار بسطت يدي لشعب معاند ومقاوم على اليهود، ويجي في هوشع يقول سأقول للذين ليسوا شعبي أنتم شعبي. فابتدى يجيب شواهد، فهنسميه إصحاح النبوات. النبوات هنا يعني إيه؟ بيختار من النبوات ما يؤكد أن الخلاص للأمم أيضا. تعالوا نراجع العشر إصحاحات قربنا نخلص. روميا 1 الأمم، روميا 2 اليهود كله فاسد، يبقى روميا 3 المخلص، روميا 4 إبراهيم مش أبو اليهود بس أبو المؤمنين، روميا 5 آدم أصل المشكلة والحل في آدم الجديد، روميا 6 المعمودية بقت تبع آدم الجديد، روميا 7 الجهاد عشان أعيش بالطبيعة الجديد، روميا 8 بنقاد بالروح القدس كده أنا داخل السماء، روميا 9 الاختيار هو الإيمان اللي ينقلك لتبعية المسيح، مشكلة الاختيار، رومية 10 النبوات اللي تؤكد أن ده كان ربنا مرتب كده وسيختار كل من يؤمن به وليس اليهود فقط، رومية 11 يستعرض ده كله بقى ويسميه إيه؟ ما أبعد أحكامه عن الفحص، هنسميه الخطة، أن ربنا كان سايب اليهود يرفضوه عشان يدعو الأمم وفي الآخر اليهود يرجعوا، البقية تأتي منهم. فهيعرض خطة خلاص البشرية كلها على مستوى الأيام، فهنسمي روميا 11 الخطة، إن ربنا مخطط أنه يختار شعب ينتمي لإبراهيم بس مش هيمشوا زي إبراهيم، ويفتح حضنه للعالم كله بالصليب، وبعدين يرجع اليهود يعني بالإيمان. خلصت روميا، عارفين ليه؟ لأنه من 12 ل 16
دخلنا في جو مختلف خالص. هيتكلم بقى كيف نسلك كمسيحيين بعد ما شرح قضية الخلاص، فلسفة الخلاص، مفهوم الخلاص، هيقول كيف نخلص عمليا. رومية 12 13 14 15 عبارة عن سلوكيات، وصايا عملية للحياة مع المسيح، كأن دي الموعظة على الجبل بتاعت بولس. يعني كل اللي بيقوله هو اللي قاله المسيح في الموعظة على الجبل. تحب الناس، تبعد عن الشر، تحب الخير للكل، بكاء مع الباكين، ان جاع عدوك اطعمه. يبقى هنا قلب سلوكي بقى، قلب تطبيق، قلب وصايا. لكن من 1 ل 11 بيناقش فكر. روميا 16 ده سلامات، عشان له تلاميذ كتير في روما بالرغم انه ما راحش روما، كانوا بيقابلوه في اسيا وفي اليونان وتلمزوا عليه، فبعت سلامات طويلة قوي في روميا 16. تعالوا نراجع روميا. روميا عنوانها الكبير الخلاص بالمسيح. روميا 1 الأمم، روميا 2 اليهود، روميا 3 المخلص، روميا 4 إبراهيم، روميا 5 آدم، روميا 6 المعمودية، روميا 7 الجهاد، روميا 8 الروح القدس، روميا 9 الاختيار، روميا 10 النبوات، روميا 11 الخط، روميا من 12 ل 15 سلوك المسيح، روميا 16 تحيات وسلامات لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبدان.